مشاهدينا، بالعودة لمتابعة آخر التطورات الخاصة بالملف السوداني، وخاصة نحن نتحدث عن عودة وجهود مصر لعودة أبنائها إلى أرض الوطن، نذهب الآن إلى زميلتي نانسي نور من موقع قاعدة شرق القاهرة. نانسي، تحياتي لك من جديد وإليك الكلمة، تفضلي. أي أجدد ترحيبي بيكي وبمشاهدي إكسترا نيوز. مشاهدينا، ما زلنا مع حضراتكم حتى هذه اللحظات في قاعدة شرق القاهرة الجوية، بنستقبل معكم عدد كبير وهائل من الطائرات لليوم الرابع على التوالي الذي يحمل على متنه عدد كبير أيضا من المصريين القادمين في السودان. حتى هذه اللحظة بنتحدث عن 10 طائرات عسكرية مصرية قدمت من السودان على متنها عدد كبير للغاية من المصريين الذين قدموا إلى أرض الوطن، ربما هاربين من الأوضاع الصعبة المحتدمة في الداخل السوداني. الحقيقة يعني آية، الوضع كما ذكرت لك سابقا وضع مليء بالبهجة والفرحة. الطائرة بدأت بالفعل يعني بالوقوف ورائي استعدادا لنزول يعني المصريين من داخلها. على مدى الرحلات الماضية كان يعني على متن هذه الطائرات أعمار متفاوتة، الأطفال كان لها الأولوية متواجد داخل الطائرات التي هبطت بالفعل. يعني العبور الجوي من السودان حتى مصر بدأ منذ قرابة 4 أيام، كنا متواجدين معكم في الأربعة أيام في قاعدة شرق القاهرة الجوية لاستقبال المصريين العائدين من السودان. الحقيقة أن في تنسيق كبير للغاية وجهود جبارة تبذل من قبل القيادة المصرية جمهورية مصر العربية لاستقبال أو إجلاء الرعاية المصريين من الداخل السوداني. هناك تأمين مستمر ولحظي مع الجانب السوداني لتأمين رحلة المصريين، خاصة كمان أنه كان في تأمين للمصريين الذين ينتقلوا من منطقة لمنطقة حتى يصلوا إلى بورت سودان أو المطارات الأخرى التي تتواجد بها طائرات عسكرية مصرية للقدوم إلى أرض جمهورية مصر العربية. كان في أيضا خلية أزمة تم تشكيلها بأسرع وقت منذ بداية الأزمة في السودان في 15 أبريل تقريبا، خلية أزمة تعمل على قدم وساق وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، جهاز المخابرات العامة، وزارة الهجرة اللي كانت أيضا يعني في تواصل بينها وبين المصريين في الداخل، خاصة يعني الطلبة المصريين، لأنه كمان الملاحظ أنه على مدار الرحلات الماضية كان في نسبة كبيرة جدا من الطلبة المصريين الذين كانوا يدرسون في السودان، وعند سؤالهم كان بيتم القول أنه وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي ووزارة الهجرة كانوا بيتواصلوا معهم بشكل لحظي وبشكل فوري على مدار الساعة لطمأنتهم أنهم سيعودوا مرة أخرى إلى أرض جمهورية مصر العربية بسلامة. وأيضا يعني كان هناك تطمينات بشكل لحظي وتنويهات على ضرورة البقاء في المنزل، ضرورة الاحتماء، أماكن أيضا التجمع لنقل المصريين، أماكن الارتكاز، يعني عملية تنقلهم من محافظة لمحافظة أو منطقة لمنطقة في الداخل السوداني حتى وصولهم إلى المطارات اللي فيها طائرات مصرية مستعدة لجلب المصريين إلى هنا. يمكن في اليوم الأول استقبلنا طائرتين، وبعد كده بدأ العدد يزداد وتيرة النقل بدأت تزداد في العبور الجوي. حتى اليوم بنتكلم عن 10 طائرات حتى هذه اللحظة. طبعا بالتوازي أيضا بيسير العبور البري على قدم وساق مع العبور الجوي. العبور البري من معبر أرقين ومعبر قسطل، أعداد كبيرة أيضا من المصريين تم نقلها من هناك، وأعداد أيضا كبيرة من غير المصريين، الرعاية الغير مصريين الذين يريدون الوصول إلى أرض جمهورية مصر العربية أو بشكل عام بيبحثوا عن دول الجوار ليلجأوا إليها في هذه يعني اللحظات للذهاب إلى الاحتماء دعوني أقول. ولكن بعد يعني طبعا التواصل مع السلطات المصرية ومع الجانب المصري وتواصل الجانب المصري مع الدول الأخرى، خليني يعني أذهب إلى الصورة. بدأت بالفعل الأعداد من الطائرة يعني تبدأ بالنزول أو بدأ المصريين في التوافد كالعادة. الممر الذين يمرون عليه أسميناه بالممر الشرفي
يعني فخرا بقدوم المصريين واعتزازا بقدومهم إلى أرض الوطن أو عودتهم مرة أخرى إلى أرض جمهورية مصر العربية. سيدات، رجال، أطفال، مسنين، يعني على مدى الرحلات التي تبعناها سويا كانت كل الفئات العمرية موجودة. الخدمات اللي بتقدم كل الخدمات متوافرة، وده يعني على مرأى ومسمع منا ونحن موجودون في قاعدة شرق القاهرة الجوية أو حتى عند سؤالنا أو لقاءاتنا التي أجريناها مع المصريين القادمين. الكل كان بيتحدث إن الحقيقة السلطات المصرية أو المسؤولين المصريين كانوا على أتم الاستعداد وكانوا يقوموا بتقديم كل الخدمات، كل متطلبات المصريين القادمين من هناك. كالعادة أيضا يعني الأعلام المصرية ترفرف في أيدي المصريين القادمين سعيدين فرحين بانتمائهم لهذا الوطن واهتمام الدولة المصرية بعودتهم إلى أرض الوطن مرة أخرى. يمكن كمان عند سؤالنا أو عند لقاءاتنا مع المصريين القادمين، هل كنتم واثقين أن الدولة المصرية ستعمل على إعادتكم مرة أخرى إلى أرض الوطن؟ كانت الإجابة إن إحنا متأكدين إن الدولة المصرية لن تتركنا وواثقين كل الثقة إن الدولة المصرية لن تتركنا. وكنا نتحدث في السودان إن إحنا متأكدين إننا سنعود مرة أخرى إلى أرض الوطن. فيما يتعلق بالأرقام، الحقيقة إن في أرقام هائلة كما ذكرت لك على مدار الأربع أيام الماضية في العبور الجوي والعبور البري، ولكن ربما دعيني أتحدث معك أيضا عن يعني الأرقام الخاصة بغير المصريين. الحقيقة إن الجهود المصرية عملت على تسهيل الإجراءات لعبور النازحين من الأراضي السودانية خلال الأيام القليلة الماضية، والحقيقة إن أسفرت عن النجاح في تسهيل عبور أكثر من 16,000 مواطن من غير المصريين إلى داخل مصر حتى يوم 27 إبريل الجاري وهو اليوم. كمان كان في بيان للخارجية بيتحدث إن أعداد العابرين من الأشقاء السودانيين تجاوزت كمان أكثر من 14,000 مواطن، وبلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد عن 2,000 مواطن أجنبي من 50 دولة وست منظمات دولية. وبتستمر طبعا يعني الجهود المصرية على مدار الساعة في تسهيل استقبال المواطنين الفارين مما يحدث في السودان في ظل هذه الأوضاع المحتدة والاشتباكات العسكرية في السودان. والعمل أيضا يعني كان هناك عمل من قبل الجانب المصري على تخفيف المعاناة الناجمة عن المصريين هناك وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم حتى عودتهم مرة أخرى إلى أرض الوطن. أيضا يعني عندما نرى هذه الصور ونرى فرحة المصريين بقدومهم إلى أرض الوطن مرة أخرى نتذكر يعني ما حدث على مدى الفترات الزمنية السابقة من أزمات، وإن مصر لم ولن تنسى أبنائها في الخارج. والحقيقة أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها المعنية دائما بتعمل على تأمين رعاياها في جميع الأزمات اللي مرت بها العديد من الدول، وده طبعا لإيمانها الكامل إن أمن المصريين خط أحمر لا يمكن المساس به، وفي عقيدة راسخة كما تعلمي آية وكما يعلم مشاهدو إكسترا نيوز، عقيدة راسخة للدولة المصرية بتأمين مواطنيها في الخارج. والحقيقة دي كانت هذه هي رسالة الخاصة بالقيادة السياسية المصرية في كافة الأزمات التي وقعت بالعديد من الدول، منها على سبيل المثال ما يتعلق بالأزمة الليبية وإعادة المصريين من هناك خلال الأزمة، وكان في أيضا يعني تسيير جوي لعدد كبير من الطائرات، أزمة الصيادين، ما يحدث في ووهان في الصين وهو انتشار فيروس كورونا، وكان في خط ساخن طبعا للتواصل مع أبناء مصر في هذه الأزمة في الخارج، وتم تسيير في هذه الأثناء 22 رحلة جوية استثنائية لإعادة المصريين العالقين أثناء هذه الأزمة.